السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي أنيسة كوك ومع مطبخ أنيسة. اليوم حلوة محشية بالكابريز، روعة هايلة. من فوقها كدرجة ثلاث شوية شكل كلاص، من داخل حشيتها بالكابريز. تعرفوا بنينة يجيكم محشيشة، اي حاجة هايلة. بالنسبة لهذه الوصفة تقدروا ديروها يعني في العياد، حتى القهوة تاع العشية، دونك ما يكونش عندكم الوقت تمتم ديروها. أول حاجة بالنسبة للمقادير تاعنا، عندي 200 غرام زبدة، كاس اتاي زيت مع زوج صفار بيض وبيضة كاملة، عندي كاس سكر ناعم، اي عندي 50 غرام مايزينا، دونك بالك ما شتوهاش هاي الكليكة في الساشي، اي الهيكة عندي ملعقة صغيرة خميرة، اي كاس اتاي زيت. دونك اول حاجة راح نخلط 200 غرام زبدة مع كاس اتاي زيت، راح ندخلهم نخلطهم هكا مع بعض، شغل نعجنهم. بعد ما عجنتهم بهذه الطريقه كما تشوفوا شغل تخلطوهم، نضيف زوج صفار بيضه تاوعنا مع البيضه. قلت لكم وصفه بنينه 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 بنينه. قلت لكم هذه الوصفه اللي تعجبني ونحبها بزاف، وبلوتو دائما هكا نديرها في الايامات العاديه ماشي غير في العياد. مي حبيت نشارك معكم الوصفه هكا باش تدوا افكار على الحلوى بسيطه. راح نخلطهم هكا مع بعض. توجور نقول لكم ما تعجنوش، حنا راح نضيف السكر كلاص تاعي، اي راح نخلط. دائما السكر كلاص الفرينه دائما تكونوا تصيروها في السياره بيان في هذيك الصفايه اللي جي تاع الحديد، حاجه تبقى لكم اختياريه. مي قد ما تصيروا المكونات تاعكم راح يعطيكم عجينه خفيفه ويعطيها لكم هشه، دونك هذه تبقى حاجه لكم اختياريه. دونك هنا راح نضيف 50 غرام تاع سكر كلاص، عفوا تاع مايزينا، لانه انا استعملت هذيك اللي تجي في البايت، يعني شيت هذيك شويه خميره، يعني ديروا نص كيس ملعقه صغيره، ماشي باكي كومبلي، ماشي كيس كامل تاع الخميره. راح نخلي لكم تحت في التعليقات المقادير ونكتبهم لكم. طريقة بزاف بزاف سهلة، اشرو الكابريز كاس 10 حبات هكداك يكفيكم، لانو هادي الحلوى تقطع 32 حبة. واو 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 واو. دوك حنا نبدا الفرينة تاعنا نضيف فيها حتى تتلم لكم العجينة كيما الصابلي، القوام تاعها يكون هكذاك. دونك هاي لك القوام تاعنا تاع العجينة تاعنا بعد ما لميتها، قلت لكم بسيطة شتوها ما فيهاش كامل المقادير. دونك هنا بالنسبة للكابريز تاعي قسمت حبة على زوج انصاف، دونك تجيبوا الكابريز تاعكم، كابريز هذه شي تاع بصح شهداء، اي دونك كنت ندور في هذاك المارشي اكسيتيغا تاع الشهداء، قلت شت الكابريز شت حق ديمير، قلت اوكي لازم ندير بها جاتو للعيد ان شاء الله، الوغ درت هذا الجاتو تاع الكابريز تاعي. دونك هنا استعملت فنجال باش نستعملته كطابع، دونك حاجة جديدة فنجان تستعملو طابع يعطيكم حاجة طوب. دونك راح نحكم الكيل تاعنا، هنا نخدم عيني ميزاني، دونك الى شغل ما يخدموش بعينيهم ميزانهم تقدروا تكيلوها بالميزان. دونك انا ناخذها هكا ونحشيها بهذا الشكل، بحبة نص حبة كابريز كما شفتوا، اي نديرها في الفنجال تاعي. دونك في الفنجال تاعنا تقدروا ديروا له سيليفون في القاع تاعو باش يوصلكم تمتمي. انا دهنته بالفرينه وبيان ما تدهنوش بالزيت والفرينه، دونك دهنوه بالفرينه هكا باش ما تلصق لكمش حبات تاعكم وما تعبكمش. دونك بهذا الشكل نابويا اليوم هكا. دونك نتوما تقعدوا حكموا الكرسي راكم تفرجوا في ولاد الحلال وبيان. واش راكم تفرجوا، اي راح نعبد لكم حبه واحده اخرى بنفس الطريقه نابويا اليوم بهذا الشكل، اي نقلبها ونحطها تطيب. بعد ما تطيب ندردر لها السكر كلاص بالفوق هكا، نشلا غير سكر كلاص نقدمها. دونك دوبت شويه انا كابريز بهذا الشكل، دونك هياك نحطها في البلاط تاعنا. دونك نحط كامل نكمل كامل البقيه تاع يعني كامل العجينه تاعنا راح نكمل، اي راح نطيبها في 180 درجه. قلت لكم قطعت لي 32 حبه، نحطها تطيب في 180 درجه باش كتشوفوها طابت ماشي حتى تحمر لكم، اي نحيوا. دوك هاليك انا استعملت هذا الفنجان بهذا الطابع، دائما مع مطبخ انيسة وصفات سهله. دوك انا كاين اللي مسحت ليه ليك حبيبات، يعني خرجت لي منهم ما غلقتهمش مليح، دونك هاليك شويه هذيك الكريمه اللي فضلت لي، يعني الكابريز اللي دوبتها وفضلت لي، دردرتها من الفوق بسكر كلاص، درت لها من الفوق هكذا قطرات تاع
الكابريز، اي بصحتكم، نقولكم صحة عيدكم مسبقا، ان شاء الله تعجبكم الوصفة. اذا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في